تحياتي للجميع، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جايكم فيديو جديد هو اجابه عن سؤال لطالما سأل الي: انت بتنتقد هولندا؟ هل انت بتحب هولندا؟ هل انت ندمان انك جيت على هولندا؟ انا هاليوم راح احكي بس عن ايجابيات هولندا من وجهه نظري انا شخصيا فقط. هل انا مبسوط لاني تبي هولندا ولا انا ندمان لاني تبي هولندا؟ وجهه نظر شخصيه باختصار. ما راح اعطيكم جواب السؤال هلا، اسمعوا الفيديو الاخير، استنونا. اول شيء انا ليش اخترت هولندا؟ اخترت هولندا بصراحه ما كان عندي مجال انا لحتى ادور كثير واسال كثير، ولكن بنفس الوقت كان عندي تصور اريان شوي عن هولندا. من احد الاسباب اللي خلتني اختارها، وبنفس الوقت هي الاسباب اللي خلتني مبسوط فيها، انه هولندا هو بلد تكافل اجتماعي، بلد ما في فوارق بين الطبقات، فوارق كبيره بتخليك تحس بانيتك انت عايش تحت الصفر، انت فقير جدا والناس كلها احسن منك. لا، فيها نظام يشبه النظام الاشتراكي، او خلينا نقول نظام تكافل اجتماعي، بيخلي الغني يعطي للفقير، بيخلي الناس تعيش حتى الناس اللي محتاجه بمستوى طبقي معين. والاهم من هيك، بسبب اذا بقرا عن الهولنديين وعن تاريخ الهولنديين، الهولنديين هن شعب متواضع، شعب بسيط، شعب اصوله فلاحيه، ما عنده حتى مقارنة ببقية الشعوب الأوروبية، ما هم يفرجيك قديش معه مصاري أو هو أحسن منك. أنا عم بحكي بالعموم، الاستثناءات موجودة، ولكن بالعموم هيك. ما بيحب يشوف حاله على الناس، يشوف حاله على بقية الناس. يعني خليني أقول مثلا، مقارنة الهولنديين بالفرنسيين على سبيل المثال، بتشوف انه الفرنسيين اكثر في عنده النزعه لانه يقولوا انه نحن فرنسيين، نحن لنا تاريخ استعماري الى اخره. الهولنديين ابدا ما عندهم هاي المشكله. وبالمناسبه انا اليوم لابس لكم برتقالي، لان اليوم هو عيد الملك، وانا بعتبر نفسي هولندي بشكل او باخر، يعني مور اور ليس هولندي يعني. واللون البرتقالي هو لون الملك بهولندا. في كثير ناس طبعا قالت لي انه انت بتحكي عن السلبيات، ما عم نسمع غير سلبيات. انتقاد مجتمع ليس بالضروره يعني بانه انا ما بحبه لهالمجتمع. انا فخور بكوني هولندي، وانا مبسوط انه اكون بهولندا، ويمكن لو عدت التجربه راح اعيدها واكون بهولندا. لكن خلونا عم نحكي هلا على الامور الايجابيه، انا عم ركز على الامور الايجابيه. الامور الايجابيه بهولندا انه هذا الشعب اللي قلت عنه انه هو بسيط ومتواضع، هذا الشعب هو كمان شعب منفتح على الثقافات الثانيه. يعني انت لما بتعيش بيناتهم مو بس بتحس انه انت اقتصاديا اقل منهم، لا، وبنفس الوقت بتحس حالك عايش بيناتهم كواحد منهم. لما بتصير بتحكي لغتهم، بتصير عندك شغل، انت ما بتكون اقل منهم. وانفتاحهم على هاي الثقافات مخليهم يحكوا لغات اخرى، ما يخجلوا انه يحكوا هاي اللغات الاخرى، او حتى يتحفظوا على انه يحكوا لغات اخرى وانت لازم تحكي لغتنا. ما في بهولندا، خليني اقول، او قليل جدا ثقافه الجيتويات، انه في ناس بتعيش بجيتو معزوله عن بقيه سكان المناطق الاخرى. لا، انت بتعيش بنص السكان، بتحس حالك عايش بيناتهم، مش معزول عن المجتمع، قريب من المجتمع. خليني اقول في شيء كمان جدا كان مهم بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين، انه هولندا بلد بتعطيك جنسية. يعني بمجرد حصولك على الجنسية فأهلا وسهلا فيك بيناتنا، انت صرت واحد مننا يعني. فالموضوع هذا ممكن يكون كثير مهم. طبعا من اهم الاسباب اللي خلتني اختار هولندا، هولندا هي بلد الطواحين. الشيء اللي هو شايفينه قدامكم هلا، لا انا ماشي ببارك كثير عادي، يعني مش مكان سياحي لطيف، لا انا لا طلعت من بعد ما صرت في المدينه اللي انا فيها، طلعت هيك على قريه قريبه. فلما بتحكي عن هاي القريه صغيره فيها بارك، فبتشوف هاي الطبيعه الحلوه، بتشوف هاي البيوت. فهولندا هي حديقه اوروبا، انا هذا اللي سمعته قبل ما اجي على هولندا، وهو فعلا مش بعيد عن الحقيقه. هولندا بالمختصر كلها حلوه يا جماعه، كلها حلوه هولندا، حتى المدن الكبيره فيها مكان للطبيعه، للانسان اللي بيحب الطبيعه. فهي هولندا هي حديقة أوروبا، لا يضاهيها أي بلد آخر. واللي قال هذا الكلام هو فعلا ما كان عم بيبالغ في الموضوع. إضافة لهذا الموضوع، أنا حكيت عن خليني أقول عن ثقافة المجتمع بشكل عام، حكيت عن البلد بشكل عام. خلوني أحكي عن شيء محدد أكثر كمان، وإحنا بهمنا، اللي هو أنه العمل والدراسة. العمل والدراسة بما أنه مجتمع هو عم بيساويك فيه، فوجود العمل والدراسة هو موجود، هو موجود قولا واحدا. تقدر تدرس، تقدر تشتغل، تقدر تلاقي طريقك بالحياة. وهو بلد غني، لحتى نقول هو بلد غني وبلد
بيعطي فرص للقادمين الجدد، وإضافة لهذا الموضوع أفضل بلد بالنسبة للأطفال الأجانب. لما بحكي عن مستوى التعليم، مستوى هولندا بالتعليم بثالث أو خامس دولة في العالم، يتراوح يعني تتنافس مع فنلندا مع أيسلندا. موضوع جدا جيد. شيء إضافي أنا كان مهم إلي شخصيا، أنا عم بحكي الفيديو كلياته من عقلي، لأنه هو أنا حابب الموضوع يكون عفوي بصراحة، حتى عم صوره بالموبايل بسماعة موبايل مشان ما يكون في تكلف، أكيد رح يطلع لي أخطاء. موضوع مهم إلي بصراحة أنه سقف الحريات بهولندا هو عالي. هلا بدي أقول واحد بأوروبا سقف الحريات كلياته عالي، ولكن يختلف. لما بحكي عن بلد مثلا زي إسبانيا، هو بلد كاثوليكي محافظ. لما بحكي عن صربيا مثلا، تعد دولة أوروبية بلد أرثوذكسي محافظ، الموضوع يختلف. ما في سلطة للكنيسة، ما في سلطة للجامع، بلد متحرر. لما نحن بنقرأ تاريخه، تاريخه القريب مش تاريخه البعيد، بنشوف دعمه لقضايا التحرر الإنساني، في له موقف من الدكتاتوريات دائما، في له موقف من قضايا حقوق الإنسان. هذا الموضوع بالنسبة لي أنا كان شيء مهم جدا. أنا كشخص بعتبر نفسي كنت بيوم ما لاجئ، فأنا كنت عم دور على مجتمع حس حالي واحد منه، تركت أهلي، تركت أصدقائي، تركت كل شيء بنيته. بلد يعطيني فرصة أنه أنا أشتغل، أدرس، ساعدني لحتى أوقف على رجلي. هذا الأمر أنا شفته كمان. بدي ما أحس حالي غريب بعد سنة سنتين ثلاثة أنا بهذا البلد أسست فيه، حس حالي أنه أنا غريب. أنا بالنهاية يعني ماني سوري، ماني قادر أرجع على سوريا وأنا ماني هولندي. هذا موضوع أنا ما شفته. مثل ما قلت، هاي هي الأفكار الرئيسية واللي قلته بأول فيديو، برجع بكرره هلا. يمكن أنا لو حبيت عيد التجربة رح أرجع وأختار هولندا، وأنا أبدا ما ندمان على هذا الموضوع، وأنا فخور لكوني هولندي. وأنا ما عم بحكي هذا الحكي، في ناس كتير بتقول أنت لاعق أحذية الهولندي، أنا أبدا ماني مضطر وبنتقدهم، ولكن برجع بقول يا جماعة يمكن في شيء أنا تعلمتهم من البلد. مثلا شغلة أنا كنت مبسوط بتمنى جدا لاقيها ببلد آخر، شغلة التواضع اللي حكيت عنها. يعني كنت بسوريا لما أعمل فنجان قهوة للمستخدم عنا بالدائرة يقولوا لي شو عم تعمل أنت؟ هون الموضوع جدا طبيعي. هذا الشيء أنا مبسوط فيه، لذلك أنا بحس حالي ابن هذا البلد. ومثل ما أنا بنتقد المجتمع السوري بقول في واحد اثنين ثلاثة غلط، مو لأني بكرهه ولكن لأني بتمنى له الأحسن. وحتى إذا أنا حكيت عن شيء بشوفه غريب، هذا لا يعني أبدا إنه أنا بكرهه لهذا المجتمع. نحن أولاد لهذا البلد، وخلونا نطلع بعقلية أنه إذا أنا انتقدت، هلا إذا حدا طلع انتقدني أنا راح أكون مبسوط، راح أخذ الموضوع بروح رياضية. البلاد هاي، المجتمع هذا هيك عايش، بتنتقده بتقول له لواحد أنت عملت هون غلط، بيقول لك جد خليني أرجع أفكر في الموضوع بكل بساطة، بكل بساطة، وبياخذ رأيك على محمل الجد. أنا ما بعرف ليش نحن أخذين فكرة إذا واحد انتقد شغلة في البلد أنت حرام البلد لفتك. هذا الكلام بينحكى بالدوائر السياسية وعلى أعلى المستويات، بينحكى وينتقد نقد لازع أكثر من هيك بكثير. وبالعكس يتوقع منك أنه أنت إذا كنت فرد صحيح في مجتمع معين أنه أنت تنتقده وتمدحه للمجتمع، تتفاعل معه. مو بس نحن دائما سمع أنه طاعة كله تمام وهيك، لا، أنت يكون عندك رأي في هذا الموضوع. بالنهاية مثل ما قلت، أنا يمكن كررت حكي كثير، ما راح كثير منتجه هذا الفيديو. أنا هذا اللي حكيته هو رأيي شخصي، وأنا للأمور اللي كنت عم دور عليها اللي ذكرتها أنا لقيتها بهذا البلد. في شغلات كانت مثلا على الأقل من التوقعات، صح هذا الحكي، ولكن في أشياء كانت أحسن من التوقعات. لما بحكي عن تواضع الشعب وترحيبهم بالغريب، أنا ما كنت متوقع أنه في بلد أوروبي بهذا الشكل مرحب جدا بالغريب، منفتح جدا على الغريب على الأجنبي. الموضوع معقد، أنا ما كنت متوقع أنه يكون معقد لهالدرجة، صح، ولكن بالمجمل هولندا هي بلد حلو. هولندا هي بلد فعلا، بلد الغريب اللي بلد من لا وطن من لا وطن له، فعلا هذا الحكي موجود. بالنهاية بتمنى لكم التوفيق. أنا بعدت عن الموتور، رح أنت هسه مشغول عنده، بتمنى تضلوا خير وبركة. عيد ملك سعيد وسنة سعيدة، بتمنى الخير للجميع. باي بايات.